هذه النتوء اللي كتقدمها اللي كتنظمها وكالة التنمية الفلاحية مع بتنسيق مع مديرية الجهوية للفلاحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة. وهذه الندوة هي نسخة ثالثة من واحد العدد ديال الندوات قمنا بهم في إطار الشطر الثاني لبرنامج دعم مشروع دعم البرنامج الوطني الاقتصاد المعرفي بدائرتين سكويتين للوكوس ودكالة، حيث أن في النسخة الأولى كانت سنة 2021 تزامنت مع إصدار الإطار التنظيمي الجديد للتجميع الفلاحي. اذا اليوم وكاله التنميه الفلاحيه نظمنا واحد الورشه جد مهمه حول التجميع الفلاحي من الجيل الجديد هنايا في مدينه طنجه. تواجدنا الاسبوع اللي فات في مدينه الدار البيضاء. هاد الورشات كتندرج في اطار مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد المعرفي في دائرتين سقويتين للوكوس ودكالة. وهاد الورشات يعني هي فرصه اننا كنجمعوا فيها المجمعين المحتملين بتنسيق بيان سور مع المديريات الجهويه للفلاحه لجهه طنجه تطوان الحسيمه والدار البيضاء سطات وليزانتربوفيسيون يعني الجمعيات البين المهنيه ديال جميع السلاسل اللي يعني هي مهمه في هاد الجهتين باش يعني تكون واحد الورشه لقاء تواصلي تفاعلي اللي غادي يمكن لنا اننا يعني نرسيو على ارض الواقع مشاريع تجميع من الجيل الجديد في اطار استراتيجيه الجيل الاخضر. وغادي تمكن لنا انه غيكون واحد الآراء وواحد يعني ما بين هاد الفاعلين وما بين الإدارات كذلك اللي مختصة في هاد الميدان باش يكون يعني واحد تسريع وتيرة إرساء مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد في هاد الجهتين اللي عندها واحد الإمكانية جد مهمة مؤهلة جد مهمة لا من حيث السلاسل لا من حيث الموارد البشرية اللي غيمكن لنا التجميع الفلاحي يعني بجميع المزايا ديالو أنه غادي ينظم هاد السلاسل وغيمكن كذلك هاد التجميع الفلاحي اللي المزايا ديالو جد عديدة خصوصا يمكن الفلاحين خصوصا الصغار منهم من تسويق المنتوجات الفلاحيه ديالهم في ظروف ملائمه يمكن لهم كذلك الاستفاده من التاطير التقني اللي كيقدم الفلاح اللي كيقدم المجمعين لهذه الفلاحه الى غير ذلك بالاضافه الى مواكبه ديال الدوله لهذا مشروع التجميع الفلاحي عبر وضع الاطار القانوني الجديد اللي داخل في هذا الاطار استراتيجيه الجيل الاخضر وكذلك التحفيزات اللي كتعطى للفلاحين للمجمعين للمجمعين في اطار هذا المشاريع التجميع الفلاحي. فهاد الندوة الأهمية ديالها كتكمن في أن كيكون واحد التواصل ما بين المجمعين والمجمعين وكل الفاعلين في القطاع الفلاحي وخاصة في الميدان ديال التجميع. وكتعرفوا بأن الدولة في هذا المجال ديال التجميع سواء في إطار المخطط المغرب الأخضر اللي كان ما بين 2009 و 2020 فالدولة حطت واحد العدد ديال الآليات لتشجيع التجميع الفلاحي وكذلك كانت المواصلة ديال هاد المجهودات ديال الدولة وديال كل الفاعلين باش أن يكون هناك واحد التجميع من الجيل الجديد اللي الدولة حطت واحد العدد الآليات جديدة كذلك من الجيل الجديد باش يمكن أنها تعطي واحد دفعة قوية للناتشي ديال التجميع الفلاحي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.